السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى صلاح من السنبلاوين، نازلة دورة حجامة مع الدكتورة ابتسام هاشم تبع جامعة التمريض جامعة المنصورة، وأنا استفدت منها كتير الحمد لله. وأنا شغالة حجامة بقالي 20 سنة، بس هنا اتعلمت التعقيم وتعلمت نقط كتير بشتغل عليها، وبصراحة ما شاء الله استفدت منها كتير كتير عن ما كنت بشتغل، وتعلمت منها حاجات أكتر، وان شاء الله ناوية اطبقها في النظام الجديد بتاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اول مرة اخد حجامة بصراحة، بس اتعلمت الحجامة مع دكتورة ابتسام. علي صوتك شوية. اتعلمت الحجامة وعملتها مع دكتورة ابتسام، بسم الله ما شاء الله. يعني الحجامة عبارة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها شفاء كتير بصراحة، يعني عن قناعة ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله نطبق اللي تعلمناه باذن الله، وربنا يجعلهم في سن حسنات ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. انا خدت دوره الحجامه لاول مره بصراحه اخدها، وليا الشرف ان انا خدتها مع الدكتوره ابتسام. وبصراحه اكتر حاجه تميزها الانفكشن كنترول، يعني بتشد على الموضوع ده جامد، وان شاء الله ربنا يوفقها ويجعلها في ميزان حسناتها. السلام عليكم. انا اول مره اخدها وكنت قلقانه شويه، بس الحمد لله يعني حاسه ان هي سهله وبسيطه. الدكتوره مخلصه جدا جدا في عملها بصراحه، وان شاء الله اقدر اطبقها وربنا يجازيها عنا خير يا رب. جزاك الله خيرا.